راح أطبع لك الورقة وأعطيك إياها فورا. عفوا لا تواخذني، المدير بده الورقة بسرعة. يلا فورا، بس وصلني إيميل ضروري. ماشي على مهلك. مطرد ثواني. ايه اهلين، وصلك الإيميل سينان؟ قصدك الإيميل من جامعة واشنطن؟ هلأ شفته بس لسه ما فتحته وقريته. طيب بسيطة، أنا بقول لك شوف أحوال إيميل، لأنك درست بهاي الجامعة هنن مقدمين لك عرض شغل هلأ، بدون ياك تعمل أبحاث أكاديمية بالجامعة عندهم وتدرس كمان. بس أنا ماني مقدم طلب. قال هنن شافوا أطروحة الدكتورات تبعك وحبوا يقدموا لك هذا العرض. عرض مثل هاد ما بينرفض سينان، قدم استقالتك وتعال هون فورا. لا أنا لازم فكر. هيك عرض ما بيتفكر فيه، المفروض باللحظة اللي بتشوفه فيها تقبل فيه وتجي فورا. الشي اللي رح تجي تعمله هون بليق بعائلتنا وبمستوانا، مو أحسن من اللي عم تعمله؟ طيب أنا هلأ لازم سكر، بحكيكي بكرة. من هون لبكرة لازم تكون أخذت قرارك. طيب يلا مع السلامة. شو القصة؟ كأنه جايك عرض لتدرس بجامعة بأمريكا؟ ايه صح، بهي اللحظة شفت الإيميل. ايه ألف مبروك، فرصة كتير حلوة. تفضل. بس أنا ما بدي سافر. يعني أنا كيف بدي أعيش لحالي بدون نانا؟ إذا هي راحت أنا رح كون وحيد، نانا هي عيلتي، نحن لازم نضل سوا. أنا رح روح وأحكي معهم وأقنعهم مشان يتركوها، بدي أقول لهم أنه أنا ما فيني أعيش بدون نانا أبدا. أنت مانك لحالك حبيبي، وبعدك شو ما كان التمن أعمل كل جهدي لحتى أرجع أجمعكم مع بعض. أنت ما توثق فيني؟ أنا هلأ رح أخذك على الورشة معي. اطمن، أنا ونانا حطينا خطة، إذا زبطت معنا رح ترجع لحضنا وما عاد تفترقوا عن بعض أبدا. هلأ أول شي خليني وصلك على الورشة ولا تحكي قدام حدا، ماشي؟ شفتي سيبال؟ بويراس رجع وحيد ووشه ما بيتفسر، أكيد نانا مشي حالا مسكت بس هو عم يخبي. إيه والله شكله مشي حالا. تعالي نخبر خالب اللي صار لتفرح معنا. روقي ما تفتحي تمك، ما رح نخبر حدا لحتى نكون متأكدين. شو يوسف؟ فيك شي؟ شبك حبيبي؟ شو كأنك بكيان؟ اللي ليش زعلان؟ ما في شي، طالعين أنا وياه، ضايق خلقه شوي. ايه روح روح، عمين عم تضحكوا؟ مبين مشي الحال. هلأ بتشوفي ما بتسمعي غير هالخبر الحلو، إجانا وعن قريب. سينان على أساس يخبرني شو صار معه، أكيد بيكون انشغل ونسي حاكيني.
حرام طلعتي ظالمتي. ألو سيد سينان، أنا كنت هلأ بدي دقلك، في شي أخبار جديدة عن نانا؟ للأسف ما في أي تطور، حسب القانون هي لازم تترحل فورا، وأنا ما فيني أعمل شي بغض النظر شو موقفي أو رأيي الشخصي، أنا لازم طبق القانون. يعني نانا رح تترحل؟ يا حبيبتي كيف رح تقدر تبعد عن يوسف؟ يا ربي كيف رح تتحمل؟ شو هالخبر الحلو اللي سمعته؟ قال إجاك عرض لحتى تطلع تدرس بجامعة بأمريكا، أكيد رح تطلع. آسف ما انتبهت إنك عم تحكي. طيب بحكي معك بعدين، يلا مع السلامة. إيه مع السلامة. ايه صح، ولسه العرض قيد الدراسة، يعني ما قررت، عم فكر فيه. ايه تمام، اصلا انا كنت بدي احكي معك اليوم مشان التعاون اللي عم يصير بين الداخلية ووزارة العدل، وصلوا لقرار مشترك لتحسين وتسريع العمليات، رح يتم فتح مكتب لمدعي عام هون ليتابع كل هاي العمليات، وانا كنت عم فكر سلمك هذا المنصب لإلك لاني ما كنت عرفان بفكرة السفر، يعني الموضوع بالنهاية بيرجع لك، خذ قرارك وخبرني. إذا أنت بتقبل أنا في ببالي حل، بدي أهرب، فيك تساعدني لحتى أهرب؟ بلاقي حجة لحتى ياخدوني على المشفى، ومن هنيك لازم دبر حالي، ما في غير هذا الحل، يوسف رح ينحرم مني للأبد إذا ما قدرت أهرب. أنت رح تساعدني؟ يلا هلأ نانا، يلا نانا خليكي قوية. طالعوني من هون، ما بدي ضل، طالعوني، ما رح خليكن ترحلوني، حرام عليكن عم تظلموني، أنا عندي حياة هون، حدا يرد علي، تو طالعوني بقى. شو ما عم تسمعوا؟ نانا انت شو عم تسوي؟ اهدي، ما رح أقبل، ما رح خليكم ترحلوني، أنا عندي حياة بهالبلد، ما رح أستسلم، ما رح أقبل، مو على كيفكم، بدي أطلع، بدي أطلع لعند يوسف، عم تفهموا؟ بدي شو أطلع. عم تساوي؟ بتروحي حالك. نانا السجينة اجتها نوبة عصبية وبدي سيارة اسعاف فورا. نانا نانا نانا، شو هالخبر الحلو اللي سمعته؟ قال اجاك عرض لحتى تطلع تدرس بجامعة بأمريكا. يعني رح يسافر؟ اجا عرض شغل؟ يا ريت لو يبقى وما يروح، بس انا لازم اتمنى له الخير، الله يوفقه ويحمي وين ما كان، بس هيك يمكن ما عاد شوفه ابدا. Thank you.
شبكي كأنك عم تبكي؟ شو؟ لا أبداً ما عم ببكي، من البصل. يلا نانا، قدرتي توصلي على المشفى؟ لازم تنجحي بالخطوة يلي بعدها. يلا ناطرك. يا حقير! أنا هون. أنا اللي جاي ربيك، جاي لأدفنك بأرضك. أنت منيحة؟ اطلعي كرماله ليوسف. يلا يا الله، لهلأ ما صحيت. عادي إنه ما تصحى لهلأ؟ لازم اطلع بأسرع وقت. يا الله، ليش فريد ما عم يرد ابدا؟ مشان الله افتحي لك. يلا معقول تكون صحيت؟ لا يا الله، شو هالعملة؟ نانا؟ تعي لهون! نانا وقفي! نانا ما رح تقدري تهربي! أنا ما بدي أذيكي، خليكي بمكانك. انت هيك عم تكبري المشكله نانا.
هاتي ايدك. رجاكي قلي لهم انه ما يرحلون. أنا ما رح تتغير، الحمد لله أنه مرقت على خير. ما خبرت حدا باللي صار طبعاً، ما بدي ضرها لنانا وتتعقد أمورها. شكراً سارة، عن جد ما قصرتي. اللي سرق بيت القاضي سنان وخطف أينور هلأ بالتحقيق. شو كنت عم بتقول؟ مين خطف أينور؟ فرجيني. صراحة أينور اللي أصرت إنه ما نخبرك مشان ما تتضايق، هي اللي طلبت منا نخبي لأنك على أساس كنت مسافر وما حبيت تشغلك بالك. يعني معقولة تعرفوا بهيك شي وما تخبروني؟ طيب كيف سنان ما خبرني بهالقصة أبدا؟ فهموني قولولي شو صار. هاي السعي اللي خدشها مشان ما تكون دليل، وهذا موبايله لأينور أخده منا لأنه مصورته في فيديو بدينه. ماشي شكرا. توفيق سارك، لو تعرف بس قديش الوقعة اللي واقعة كبيرة ورح تجيب آخرتك، وهذا مو لأنك سرقت بيتي. لأنك غلطت أكبر غلطة بحياتك وقربت على هديك البنت، بوعدك تقضي كل حياتك بالسجن. معقول كل هاد كرمال أينور؟ كنت بتعرف ما هيك؟ كنت متفق انت وياها. ما لقينا حل تاني. سارة ما ذكرت يلي صار وخبت الموضوع مشان ما تأذيها لنانا. انا لازم شوفها، بتكون منهارة.
يوسف عاش حياة كتير صعبة، خسر أبوه هو ولد صغير وعاش يتيم، وخسر أمه كمان وعمه يمان، خسر عائلته وبقي وحيد. يوسف ما بقي له حدا بهالدنيا غيري. يمان أمني على يوسف، بتذكر قال لي خبي يوسف بعيونك، وأنا عملت مثل ما قال لي بالحرف الواحد، وكنت ناوي أعوضه عن كل اللي مرق فيه، بس ما لحقت، بدهم يحرموني منه. عملتي اللي بتقدري عليه، انتي حميتيه من الموت كرماله خاطرتي بحياتك. اي حدا غيرك كان استسلم وهرب، بس انتي كنتي قد الأمانة. ايه بس هو هلأ رح يضل وحيد، اللي كيف بده يعيش؟ لا انا ما نجحت، انا فشلت، ما قدرت تكون قد الأمانة ابدا. يلي عم يصير مو بإيدك، انت كنتي قد وقدود، انت ربيتيه صح وخليتيه ولد قوي وقد حاله، رح يقدر يكمل. كيف يعني لحاله؟ لما يفيق شايف كابوس، مين يلي رح يحضنه ويقول له اطمن؟ وبالشارع مين يلي رح يمسك له ايده دائما؟ انا كان لازم كمل معه الطريق، هاي مسؤوليتي أنا. سيد سينان، أنت انسرقت بسببي، واللي قهرني إنه يلي انسرق منك هو شي ما بيتعوض، لهيك ما قدرت أقعد وأتفرج. ألو، أهلين سيد سنان، طمني في أي تطورات جديدة؟ لا، مو مشان هيك اتصلت. أنا ما شكرتك مشان الساعة لأني كنت معصب وقتها. شكرا أينور، بس ما عدت عملي هيك مرة تانية. ما عملت شي، ما في داعي تشكرني، بعرف لبكتك وكركبتك ووجعت لكم راسكم، بس مرقوا لي إياها، يعني بما أنه طلعت بنتيجة أنا بعتذر. صحيح أنت بكرة أول يوم شغل لإلك. إيه وكتير متحمسة. كنت حابة أقلك موفق بخطوتك الجديدة إن شاء الله، يعني وصلتني أخبار أنه ناطرتك حياة جديدة. ما فهمت شو قصدك. لما كنا عم نحكي سمعت الحديث وعرفت بموضوع السفر. الحياة جمعتنا مع بعض لفترة قصيرة، بس عشنا أيام حلوة ومرة، وأنا بتمنى لك كل الخير. الله يوفقك وين ما كنت. إيه بس أنا لسه ما قررت سافر. إيه تمام، شو ما كان موفق بقرارك. أنا مضطرة أسكر هلأ لأنه تركي شغلي بالفرن. تصبح على خير. وأنت بخير. Thank you.
خليني شوف يلي بالفرن بلا ما يحترق. يا رب هالشغل يكون وشو خير علي، كون معي وفقني يا ربي. صباح الخير، ما توقعت يكون في حدا بيجي بكير مثلي. سيد سينان، عفوا حضرتك ليش جاي بكير هيك؟ بعدين شو صار مشان قرار السفر؟ ما بدي سافر، رح ضل عم بشتغل هون مثل ما كنت، يعني رح نشتغل سوا بنفس المكان. عم تفكري للحظة انك رح تتركي يوسف لحاله؟ انا رح حاول كون جنبه دايما وما رح افارقه نهائيا، ورح امسك بايده ليشق طريقه، ولما يخاف رح يعانقني، ما رح خليه حس للحظة انه وحيد. ماشي، وانا شو بعمل؟ ليش ما عم تفهموني؟ مو بس يوسف بحاجتي، انا كمان بحاجة يوسف جنبي، لأنه هو عائلتي وكل شيء بالنسبة لإلي. حدا يقول لي كيف بدي أعيش من دونه؟ طيب بس تروحي أنا بهربه لعندك. لا أكيد ما رح خاطر فيه. لا أنا مستحيل أقبل. طيب شو الحل؟ أنا ما عندي غير هذا الحل. هذا مانو الحل، لسه مو بهالبساطة. ما فيني خرب حياته كرمال أنانيتي. هو حياته بهالبلد، بس أنا ما عاد إلي حياة. خليكي قوية، يوسف رح يقدر يكمل، بس المهم أنت ما تنهاري بدونه. هلأ خبروني مشي الحال، توقع قرار ترحيلك. يعني هو رح يضل عم يشتغل بنفس المكان جنبي وبطل يسافر؟ عن جد ما بدك تسافر؟ خلص فكرت وأخذ قرارك؟ اي نعم، هذا قراري النهائي. اي الله يوفقك. شكرا، وانت موفقة. Thank you.
انه مقدمين له عرض كتير مهم. ليش ما قبل يسافر يا ترى؟ عينور شايفك قاعدة، مبروك اول يوم شغل لإلك. امتى ما بتحبي تبلشي تعي لعندي لإلك شو بدك تشتغلي؟ ايه بالاذن منك، بس عندي شغلة صغيرة بقضيها على السريع وبجي لعندك. يا عيني. ما عاد في امل يعني؟ خلاص انتهى الموضوع؟ يا ربي، يعني معقول ما يكون في حل؟ ما بعرف شو قول، للأسف ما في، بس بوعدك إني ما رح أترك يوسف وضل جنبه دائما. يعني ما بدي إياك تخافي عليه. يلا رح أترككم لحالكم. شو بدي ساوي؟ كيف بدي أتحمل هذا العذاب؟ لو حكموني إعدام كان أسهل علي. معقول ما عاد أقدر شم ريحة يوسف؟ أنا خلاص انتهيت. يوسف أمانة برقبتك. ما رح أقبل، لازم يكون في طريقة لساعدها. أنت خبير وبتعرف بهي الأمور، لاقي لنا حل. هو كان في طريقة، الزواج. لو تزوجت نانا من مواطن هون كانت رح تقدر تبقى، بس هلأ ما عاد تقدر لأنه هي محبوسة. يعني هذا الخيار ما عاد متاح. طيب إذا حكينا مع شي حدا واصل ممكن يدبرها؟ بيقدر يدبر لنا القصة؟ كتير صعب. يعني يمكن بدك شي مثل المعجزة اللي يصير يلي عم بتقوله. تفضل. خير شوفي، لا يكون بدك تنطفي المكتب. لا، جيت أسألك سؤال. ليش ما بدك تسافر على أمريكا؟ قال إجاك عرض كتير مهم. انت ليش دائما بتتدخلي بمواضيع ما بتخصك؟ يعني انت بشو بيهمك الموضوع؟ انا كنت عم بسأل حالي انه معقول قررت تبقى لحتى تضل مديري وتتدخل فيني لاني ما رجعت اشتغل عندك؟
يعني ما بدي اياك تضوي على حالك هيك عرض مهم. اهم قرار بحياتي ما راح اخده مشان هيك سبب. لا أمي، أنا قررت أنه بدي يبقى هون. لا أكيد أنت جنيت، معقول تضيع هيك فرصة؟ أصلاً ممكن أنت عم تشتكي وما أنه عاجبك شغلك؟ في حدا عاقل بيروح هيك فرصة وهيك عرض مهم؟ أمي إيه، أنا أخذت قرار وخلصنا، وبظن هذا الموضوع بخص مستقبلي. كنت بدي أحكي معك بشغلة تانية، بدي أطلب منك طلب. لك ليش ما عم يرد؟ ليش؟ يلا لمين عم تدق؟ مين هذا اللي ما عم يرد عليك؟ هذا الأمل الأخير ليرجع يوسف ونانا يجتمعوا مع بعض. انت بتعرفه، ما انك متذكر؟ من 5 سنين كان في واحد عم يقتلوا جماعة من الشارع ورح يموتوه، وانا ساعدته وقتها. ايه تذكرت الحادثة. اي مين كان هذا الشاب؟ ما بتتذكره؟ هاد ابن مسؤول كتير كبير. ايه مبلا صح، هلأ اتذكرت، وقتها كتير شكرك. طيب ماشي، وانت عم تدقله هلأ؟ ايه. يعني شو اللي ذكرك فيه هلأ؟ شو بدك منه؟ قلت لك هو املي الوحيد. انا وقت ساعدت ابنه وقتها حكى معي اتصال وقال لي فيك تطلب يلي بدك اياه، وانا قلت له انه ما بدي شي، بس هو قال لي امتى ما وقعت بمشكله دق لي وانا بخدمك. وشكله اجا هذا اليوم. غريبه والله، كيف ما خطر لك تلجأ له لما انت فتت على السجن؟ ما كان في شي بيقدر يعمله، بس هلا يمكن يقدر. هي اذا تذكرني طبعا. يمكن ما يقدر يطالعها لنانا، بس احتمال يقدر يعمل شي تاني. هو يرد بالأول. يلا لك رد.